حقنا لرمضان يا شهر الإحسان، شهر الغفران رمضان، شهر الغفران رمضان. رمضان كريم. سفر سفر، ها ما في اي كلام. الحين احنا في المطار، والله ما حد قدنا وبنسافر. فين بنسافر؟ مكان كله ثلج يا ولد، وربي ايش حماس. اول ما نوصل هناك ما راح اسيب الثلج، راح اتكي فيه ولا حقه. يس والله عشان الثلج وفكه في راسك، وربي خلي راسك تزيل المخ. انا اللي حكسر راسك بالثلج وحجيب لك كره تخلي راسك يروح يمين ويسار. راسي راسي يا راسي راسي رجل الثلج، واش اخلي كبير واشيله وارميك يا خلي راسك معفط زي كده. اقول لا تخليني اعصب عليك واضربك من الان قبل ما نطلع الطياره. ترى عدل ما بلعك الطياره لا اصفك كف. وانت شايف هذه الخمسه تبي تيجي فوجهك تخش مكان. اقول لك خلاص اسكت، انا مره متحمسه بطلع الطياره بفلها بوصل الثلج. متحمسه يا رب كل مكان جنب الطاقه عشان النداء الاخير. لا 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 يا رب انا مكاني جنب الطاقه. يا رب انا مكاني. 8 6. فعلى حضرات الركاب التوجه إلى الطائرة من خلال البوابة رقم 4. نشوف الخير اللي يبكي جنب اللي يبغى جنب الطاقة. أنا كنت أبغى جنب الطاقة. ليش حطوك أنت؟ ليش ليش ليش؟ أسكت أسكت فشلتي. أحسن مني، أنا جلساني هنا أحسن الحمد لله، بس مو بعض الناس. أسكت أسكت خلاص أسكتي. طيب بسكت بس بشرط واحد، إني أجلس مكانك. ما حسكت إلا لما تجلسني مكانك. والله لو تحم تجي مكانك بروح حمام واجي. رجاء أصمتي، لماذا صوتك عالي؟ رجاء لطفا منك، لدينا ركاب يريدون استرخاء والراحة، لماذا أنت مزعجة؟ أنا أوريك أنت، أنا أوريك كله منك أنت. ما خلتينا جنب الطاقة. أخويا مو راضي خلينا نجي جنب الطاقة. لا يوجد فرق بين هذا المقعد وبين هذا المقعد، لماذا أنت هكذا؟ أصمتي قليلا. ضحكتك ما هي حلوة. تعالي تكلمي معايا، تعالي ألعبي معايا. ليش صوتك زي كذا؟ ليش انت ما تعرف تتكلمي بس ح زي كذا؟ تعالي ألعبي مع نلعب مع بعض. ايش بهاد الخبية؟ ايش بهادي بس تكلم اي احد قدامها؟ ما شوف شكل البنت كيف شكلها فجع. هذا شكلها بايعة نفسها شكلها. صاحي يا صاحي يا انتي، تكلمي اي احد قدامك؟ ما تعرفي هذه وحش ولا جني؟ كأنها المارد الازرق. انتبهي على نفسك يا عبلة. اوه يوم خفت. ما فيها شيء، هي انسانة زيها زيك. ما فيها شيء بس عشان لونها اخضر قصدي ازرق. معليش بس سمعتك تتكلم عني وانا قلت لازم اسلم عليك. يعني كيف انا وحش ما ادري جني ما ادري وش اللي قاعد تقول وتخبص عني؟ انت قد كلامك اللي قاعد تقوله ولا ما انت قد؟ عليكم السلام. لا ما انقدوا، يا مع السلامه مع السلامه.